طبعا هذا ليس المؤتمر الأول الذي نشارك به، لقد شاركت في معظم مؤتمرات السكان والتنمية التي عقدت في 84 و93 و94 ومؤتمرات المتابعة، وطبعا هذه المؤتمرات مفيدة جدا في الإضاءة على الإنجازات المحققة وعلى التقدم الذي تحقق. يعني نستطيع القول بأن فترة 20 سنة التي أعقبت مؤتمر القاهرة الأول كانت غير كافية لتحقيق التغيير الذي تطلعت إليه الأمم المتحدة والدول المنظمة للمؤتمر، ولذلك الآن نحن نتحدث عن فترة ما بعد 2014، ونحن نعتقد بأن الدول العربية لم تعطي حتى الآن موضوع السكان الأولوية المناسبة، وطبعا نحن نعتبر بأن موضوع السكان مرتبط ارتباط وثيق بموضوع التنمية. إذا نحن الآن يعني المشكلات والمصاعب التي يواجهها العالم العربي تؤثر تأثير بالغ على التنمية، وبالتالي تنعكس هذه التنمية هذا التأثير على السكان وعلى بعض شرائح السكان وبصورة خاصة المرأة والشباب. نحن طبعا من أهداف هذا المؤتمر والمؤتمرات التي سبقته الحقيقة التأكيد على أهمية مشاركة الشباب بصنع القرار، مشاركة الشباب في الحياة العامة للوطن، مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات الخاصة بقضاياهم لأن هم أدرى بها، وكذلك نقول عن المرأة التي بحاجة كثيرا إلى إسقاط النظرة الدونية عنها والتعامل معها كإنسانة قادرة وفاعلة ولديها الإمكانات والقدرات من أجل التقدم في العالم العربي. لأنه إذا كنا نبحث عن موضوع التنمية، التنمية بدون مرأة تبقى ناقصة، وعلينا أن نبذل جهدا كبيرا من أجل إشراك المرأة بالتنمية وتفعيل دورها في إطارها، لأن هي يجب أن تستفيد أيضا من هذا الجهد لتحسين مستوى مشاركتها في الحياة العامة وفي حياة الأسرة وفي الحياة السياسية وفي كل مجال آخر لبلدها. نأمل أن يخرج عن هذا المؤتمر ما يؤكد على الدول العربية تفعيل أدوات العمل بقضايا السكان، وهي اللجان المجالس الوطنية للسكان في مختلف الدول العربية، وأن يكون هناك تعاون بينها، لأن قضية السكان لا يمكن أن ينظر إليها كقضية قطرية، إنما يجب أن تعامل معها كقضية إقليمية خصوصا في الوطن العربي، حيث هناك تداخل وهناك تبادل في كثير من المسائل وتأثير عامل على عامل آخر في قضايا السكان على مختلف هذه البلاد، ولذلك يجب أن يكون هناك تكامل في النظرة إلى موضوع السكان تحقق من خلال يعني العلاقات الثنائية والعلاقات الأوسع.